في حفل التذوق الفني بما يعنيه من فطرة إنسانية سوية قبل المعرفة المنهجية والتحصيل العلمي والتعاطي الأكاديمي، ليس هناك ما هو أسوأ ولا أفسد من اتخاذ التعميم ماطية إجاء ظواهر استثنائية تستمد وجودها وحضورها الفرد أصلا من فردانيتها وتزحلقها فوق الثوابت وخلخلتها السائد للمستقر ونشزها على غير المنوال المألوف، سواء في طرحها الجديد الطازج أو حتى في تفاعلها مع الموروث وفق معادلات تفجيرية تجهلها الكيمياء التقليدية. لطالما عانت تجربة الموسيقى بليغ حمدي من أقوال المقننة والمقاربات المستهلكة التي يكفي أن تستند إلى فكرة المجايلة بمعنى الخصائص المشتركة لرفقاء الجيل وما إلى تلك القياسات والتصنيفات الشائعة، ليكون ذلك الاستناد دليلا على خوائها وانحرافها خارج الأفق اللامحدود محل القراءة. ولعل المسرحية التي تعرض حول مسيرته الفنية والحياتية في القاهرة بعنوان سيرة حب لمؤلفها أيمن الحكيم ومخرجها عادل عبدو لم تبتعد كذلك في معالجتها عن ذلك التنميط الداري في الدراسات التحليلية لموسيقى بليغ حمدي وموقعها الفني والنسقي، ذلك الموقع القلق الذي ينبغي أن يظل إعرابه الأمثل أنه لا محل من الإعراب، من الهوس الغير المفهوم ولا المبرر بالتقعيد والتنظير والتقنين، أن تحال الطفرة الموسيقية ومنصة إطلاق النغم التي ابتكرها بليغ حمدي أكتوبر 1931 سبتمبر 1993 إلى ما يسمى بمحطة تطوير فنية أو ما يطلق عليه مرحلة من مراحل نضج الموسيقى الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين، هكذا بكل أريحية وبدون أدنى تخصيص في تلك الدائرة المغلقة الضيقة من الفهم والوعي والقدرة على التلقي والتنقية والاستقطار والتحليل، تستوي لدى المنظرين أطوال أقطار الدائرة وكذلك أطوال أنصاف أقطارها العابرة بالضرورة بنقطة مركزية راسخة جرى الاتفاق على أنها محطة موسيقار الأجيال المجدد محمد عبد الوهاب. وإذا كان دعاة التعميم الفج الأصخب صوتا قد انحازوا إلى التالوت، محمد الموجي كمال الطويل بليغ حمدي كأبرز أضلاع الجيل التالي في التطوير بعد ريادة عبد الوهاب وتحت مظلته، فإن هواة آخرين للتعميم في اتجاه مخالف أمكنهم تعيين محطة بليغ حمدي التطويرية بمنظور آخر، إذ جاء وحده تاليا لمحطات أخرى ابتدأت بالرائد سيد درويش بوصفه الأصل الذي تلته الفروع محمد القسبجي، محمد فوزي، محمد منير، ومن بعدهم بليغ حمدي. بطبيعة الحال يختلف الفريقان في الدارجة وطبيعة الرؤية والتصور والفلسفة والانحيازات، لكنهما يتطابقان في النوع، فكلاهما لا يرى في الإسهام الفردي غير عنصر من عناصر البناء الجماعي، فالفرد يملأ الآنية الضخمة من بحر السابقين أولا قبل أن يسكب فيه بعض القطرات، وكلاهما يرى بليغ حمدي في مجملهما بمنطقة الكتلة الواحدة، فهي إما شرقية حديثة بمعنى تركية غربية مطورة في المقامات والإيقاعات والتوزيعات والآلات والكرة وخلافه وفق الفريق الأول، وإما مصرية شعبية فولكلور محلي بصيغة عصرية وفق الفريق الثاني. لا يخلو المنطقان والتصنيفان من جملة أمور صحيحة فيما يتعلق بموسيقى بليغ حمدي، فله قدرات في هذه المشاوير كلها، لكن الفرادة والاستثنائية والريادة تأتي من خلطة موسيقية سحرية والدقة التعبيرية الانفعالية والقدرة الشفيفة على السرد الدرامي ومزج الموضوعات وسهر الموتيفات وإدابة الأنساق المتجانسة والمتعارضة في آن،
والإيقاعات الدارجة الشرقية والغربية والمورود الشفاهي في المناسبات الاجتماعية والدينية المختلفة وغير ذلك لتخليق كينونة نغمية ذات هوية محلية جامعة وذات سمات شخصية منفردة مستقلة كالبصمات، فتصير الموسيقى والغناء مرآة صغيرة لكل فرد على حدة وجدارية كبرى للشعب المصري العربي وتاريخه في الوقت نفسه. المدهش أن تلك الشحنات المكثفة والمعقدة تأتي في سياق البساطة الظاهرية المحتوية على عمق إنساني نادر ينفذ إلى طبقات متجذرة في الأرض ويرقى إلى درجات سامية في الشعور من خلال تشخيص الجوهر وتحقيق المعنى باستحضاره وتجسيده مثل ما هو، لا بالحكي عنه أو بتوصيفه من الخارج مثل ما تفعل أغلبية الفنون والإبداعات. ولعل تلك الانعطاف الموسيقية فائقة الطاقة متقدة الموهبة تفسر وصول موسيقية بليغ حمد إلى ذروة الالتصاق مع صوت عبد الحليم حافظ المتجرد من الحيل الاصطناعية ووسائل التطريب والزينة واستعراض العضلات. فروائع مثل حاول تفتكرني وموعود وأعز الناس تمكنت من أن تحقق فعليا للمتلقي حالات مكتملة من الانخراط الملموس في مذاقات العذاب والفقد والوفاء بالذكرى وغيرها من المعاني والأحاسيس البكر التي لم تكن الموسيقى من قبل قادرة على تخليقها من لحم ودم أو التعبير عنها حكيا وتوصيفا بسبب شروطها الموسيقى شروطها القاموسية التوصيلية المحدودة مهما بلغت الموسيقى من تجريد وتكثيف. من تجليات الإعجاز في موسيقى بليغ حمدي كذلك أنه في أوضح صور ما يسميه المنهجيون إعادة إنتاج التراث، ينشئ ولا يكرر ويقدم جديدا لا موروثا، وكذلك شأن الشعراء الذين تعامل معهم وعلى رأسهم عبد الرحمن الأبنودي. وفي هذا التوجه غير المسبوق ما يفسر غضب بليغ في أحد اللقاءات التلفزية قبيل رحيله حينما أشارت المذيعة إلى وجود اختلاف بين أنا كل ما أقول التوبة المأطورة والأغنية التي قدمها بليغ بأنغام وتوزيعات مغيرة. فهنا استشعر بليغ أمام سذاجة سؤال أنه لم يفعل شيئا في حياته، وراح هو يتساءل عن معنى العبث السائد في الفرق الموسيقى العربية. ولدى بعض المنحلين والمنشدين والمطربين من القائلين باشترار التراث كما هو يهدف إلى إحيائه، فهل فعل التقليد غير موت صريح؟ وهل سمعت المذيعة يا ترى عن أصول تراثية مباشرة لأغمال بليغ الأصيلة الهادمة للوجدان الشعبي في سائر المحافظات المصرية مثل بهية محمد العزبي وعدوية محمد رشدي وغزال إسكندراني محرم فؤاد وأولو لعين الشمس شادية وعلى رمش عيوني لوديع الصافي؟ إن التعامل مع بليغ حمدي لا يجوز أبدا بمنطق القياس والمناظرة سواء في مجمل تجربته أو في تفصيلاتها المتعددة وجوانبها الثرية وزواياها المتنوعة. ويكفي مثلا تلك الابتهالات التي لحنها للسيد النقشبندي والتي لم تكن أدعية وتواشيح وأذكار كما في الموروث الشعبي والدين والصوفي، وإنما جاءت حالات تعبيرية درامية منغمة تندرج تحت إطار الغناء المكتمل، وقد تستخدم فيها التوزيعات المركبة والكورال وسائر عناصر الفن الموسيقي المتوفقة، ومن أبرزها مولاي إني ببابك قصبة قد بسطت يدي. وأكسبت القدرة الخارقة للموسيقار بليغ حمدي الفرصة لتعامله في سن مبكرة مع كبار الأسماء اللامعة في المشهد الغنائي، ومنهم أم كلثوم وعبد الحليم وفايزة أحمد وشادية وصباح ونجاة الصغيرة ووردة الجزائرية، كما صنعت هذه القدرات الفدة المواهب الشابة الصاعدة من أمثال عفاف راضي محرم رشدي والعزبي وهاني شاكر
ومياد الحناوي وعلي الحجار ومحمد ثروت وسميرة سعيد وعزيزة جلال وآخرين. وبتفاوت إمكانيات هذه الأصوات وتنوع مساحاتها وتعدد ملكاتها، تمكن بليغ حمدي من تحقيق حلمه بتفصيل أتواب موسيقية من نسيج واحد ومنبت مشترك، لكنها تلائم سائر الفصول والمناخات والمناسبات، تستوي في ذلك الرومانسيات والوطنيات والحماسيات والابتهالات والإرهاصات الشعبية وأغنيات الأطفال والمسرحيات والأعمال الدرامية والكوروليالية والمنمنمات القصيرة وملاحم الحفلات الطويلة في قوالب التشكيلية، خصوصا مع عبد الحليم حافظ، ثم مع وردة التي وجد فيها ضالته للجمع بين الجماليات والقوة والإبهار والدندنة. بقيت الإشارة إلى المدخل السري لتجربة بليغ حمدي الفنية والحياتية، وهو المزاج المتقلب المشحون بالتوتر والفوضوية، ولذلك فإن لوازم التخطيط والدهنية والاحتراف تبدو أمورا مدرسية غير متحكمة كثيرا في الانفجارات بليغ حمدي العفوية والتلقائية الغريزية حد الجنون، إذ كان بمقدوره تلحين أغنية كل يوم وارتجال مئات الجمل الموسيقية في المجالس الخاصة والجماعية وابتكارات إيقاعات وأوزان غير مألوفة على الأذن المصرية والعربية، على أن مثل هذا النهج الذي يفرز التماعات فوقية غير مسبوقة قد تنجم عنه أحيانا أعمال اعتيادية من فرط التأثير المستمر ليل نهار ودون انقطاع. الموسيقار بليغ حمدي سيرة نغمية وإيقاعية تساعد الإنسان على تنشيط دقات قلبه والاستماع لها في همسها الدافئ وصخبها المحموم ودورة دموية مكتملة تحقن خلايا البدن والروح بأكسجين الفن في أنقى صوره ووجهه وألمع معانيها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.